قلوب إخوانكم معكم وأموالنا معكم وسلاحنا بإذن الله سوف يكون قريبا معكم. وأرواحنا معكم وأيدينا ستقاتل في صفوفكم، أنتم المقدمة ونحن بإذن الله تعالى بعدكم نقاتل معكم قتالا نرجو به وجه الله تعالى. لا ينبغي أن يظن أهلنا في الشام أننا قصرنا في حقهم أو تكاسلنا عنهم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر، فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ وما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟ نعم، أولا ينصح، أول شيء ينصح، فإن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله، وإن لم يمتثل يبلغ عنه ولاة الأمر للأخذ على يده لئلا يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة وهو جالس هنا. العجيب أن بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل، لكن هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. نعم. أنا تعبانة، أنا مريضة، أنا النوم ما أنام، أنا الأكل ما أكله، الشرب ما يهناني، آخر مكالمة تعذبني، آخر مكالمة سمعت فيها صوت ولدي الليل والنهار تعذبني، أدري ولدي أحس يعذب يقتل، أنا ما أدري هو حي ولا ميت، أبغى يحاسب كل مسؤول، كل واحد تسبب في ضياع ابني من يدي وذهب به للقتل وللهاوية. يا أخوان، الجهاد له ضوابط وله أحكام لا بد من توفرها. إذا أن ولي الأمر أمر بالجهاد فإن الناس يتقدمون، أو فتح باب للتطوع يتقدمون. الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، هو اللي يأمر به، هو اللي ينظمه، هو الذي يرسل المجاهدين ويراقبهم يتابعهم، هم بس كل يروح ويقول أنا بجاهد ولا يدرون أن يروح.